بتاعتهم. اهم يا شباب حاجة. يلا نسرين، تعي ساعديني بتسكير الشنطة. كلمة انت وشراعه وراح بهالمدى، ولا دينه ضاعوا عجسر السدى، فارقنا بهدى والدنيا هدى. نسيتوا شي ماما؟ لا لا، أهم شي الهويات ودفتر العيلة كلهم جبته، وجبت الدواء كمان. نسيتوا شي بابا؟ لا بابا، المايوهات والأرجيلة وطاولة الزهر أول شغلات طبيناها. الله يخلي لك الحلوة الأم، ورح اشتري لها وردة.
هاتي وهاتي هدول كمان كمان هاتي كمان تفعلون أمري لله الله يخليكم لبعض بس هدول راح احسمهم من المقدم والمؤخرة احسمهم مثل ما بدك المهم انك تضل عم تجيب لي ورد بتعرفي شو؟ في شغلة محيرتني انه هدول العالم تعطيهم مصاري بس الشحادين ما بترضي تعطيهم ليه؟ مزبوط اذا بتدفع للشحاد بتشجعوا على الشحادة اما اذا بتدفع لبياع الورد بتشجع بيع الورد بتعرف؟ انا نفسي الشام كلها تكون ورود هون وقف الخطيب والمؤرخ نيكولاس دمشق من 2000 سنة ودعا أهل دمشق للاحتفال بالنصر وأشعل أول شعلة أولمبية تخلدت على العملة الرومانية كانوا يقدموا فيها للفائزات مباريات سلة فواكه وعلى هديك التلة كان تمثال تيكا فورتونا رب دمشق وحاميتها كانت باسطة حمايتها على دمشق ونشر السلام قائمة بالغراض اللي ما قدرنا نطلعها معنا بركي بكرة بتطلع البيت بتجيبها غراض شو؟ كلها شهر زمان ورح نرجع على بيتنا متأكد يعني إنه بس شهر؟ لكان ليش دفعت لهم إجرة 6 شهور سلام؟ لأنه صاحب البيت هيك بده صحح لهم أصحاب هالبيوت يتدللوا إيمية بنتي إيمية بابا حكيت لك مع المحامي صاحبي مشان الوظيفة إيه بدك تروحي لعنده؟ يعني ما في أمل لوظيفة الدولة؟ أنا تأخرت على شغلي لازم أروح ألو سمعت صوت الانفجار؟ ايه سمعته وينك انت؟ وين بدي اكون يعني الساعة 8 الصبح؟ انشغل بالي عليك لأنه البيت رجرج ماشي ماشي بسيطة هلأ أنا مشغول شوي انت كمان ديري بالك على حالك يلا مع السلامة الله معك
صباح الخير أم صبحي. صباح النور أستاذ زهير. يسعد صباحك أستاذ. أهلين أهلين. أهلين صباح النور. صباح النور. صباح النور. صباح النور. أستاذ صباح الخير. أهلين. صباح الخير أستاذ. أهلين صباح الخير. أم صبحي مو حرام عليكي إنه نورة تكون هون عم تعمل شاي وقهوة وتنظف بدل ما تكون بالمدرسة؟ أستاذ عرفت لنا هالانفجار وين صار؟ لا والله ما عرفت، سمعته بس ما عرفت وين. أنت يا بنتي يا نورة مو لازم تكوني هلأ بصف العاشر؟ بالحادي عشر أستاذ. والله يا أستاذ من وقت ما بلشت هالأزمة وأنا بموت رعبة لما بتروح هي وأختها على المدرسة. بعدين أنت بتعرف الغلاية اللي صار، يعني منين بدي لحق لها هي وأختها بالمدرسة؟ صباح الخير استاذ زهير. اهلين اهلين انس نسرين. اسفه كثير على التاخير. معلش تفضلي على المكتب هلا اجي. ليش انت يا ام صبحي شو عم تتكلفي عليها بالمدرسه الحكوميه؟ قصدي استاذ بتطمن انه هون هي جنبي، وبعدين بلا مؤاخذه بتتنفع لها بقرشين من هالموظفين، وبعد الظهر بتساعدني بتنظيف البيوت. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. بدأ تطيلي المعاملة لو سمحتي. صباح الخير. صباح النور. أنا مفكر أقول للناس يبتدوا يراجعوا الديوان من الساعة 10 بدل 11، عندكم مانع؟ براحتك ما بتفرق. كثير منيح، يعني خلي الناس هيك نفرش همها شوي. تكلنا على الله. بعتذر أستاذ أنا آسف. صباح الخير. بسيطة، صباح النور. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. طيب عم فيقوا ما عم فيق، شو اعمل؟ خليه لما يفيق يروح يدور له على شي شغله يفيد فيها العالم. انت لو بتطول بالك عليه شوي كان اشتغل معك. لك على شو بدي طول بالي؟ على الفئه الساعه 12 الظهر لما على دوله القهوه اللي رايحه ودوله القهوه اللي جاي لبين ما يصحصح، لبين ما حضرته يصحى، بيكون اللي ضرب ضرب يلي هرب هرب، يعني بيكون صار وقت الرجعه على البيت. بابا الله يوفقك، انا تاخرت كثير على شغلي. يلا يا بي يلا. لا تنسي تفيقي منه. حاضر. سلام ماما. سلام حبيبتي. اوف انه ما بدي اخلص من هالسيرة كل يوم الصباح. راغب. 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 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صباح الخير. على مدخل دمشق. جيبي لي قهوة. جاهزة. تم أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة عدد آخر. صفاء كما ذكرتي في محور ريف دمشق هنالك ارتفاع لحدة المعارك وعمليات العسكرية للجيش السوري. اليوم تعرضت مواقع ميليشيا الحر للقصف في النشابية واشتباكات بين قوات الجيش السوري وميليشيا الحر في زمالكا. من جهة المتحلق الجنوبي إلى لطمير أيضا اندلعت اشتباكات متقطعة. شهود عيان أفادوا عن سقوط قتلى بين مقاتلي الحر في منطقة لطمير. في جبر سلوان وجلال نزلوا على المعمل ولا لسه؟ بيكونوا صاروا هناك. من الجيش السوري تستهدف دشما لميليشيا الحر في تلك المنطقة. الوضع بجوبر خلال الثلاثة أيام الماضية يشهد ارتفاعا للمعارك في تلك المنطقة. في داريا أيضا استمرار للاشتباكات، لم نعد نقول تجدد، فهي مستمرة بشكل عام في الجزء الغربي من داريا. هذا عن موضوع الاشتباكات. إلى الهاون اليوم كان من مقر ضاحية الأسد خلف الابتدائية أدى لإصابة ثلاث أطفال. ضاحية الأسد منذ فترة من شهرين تتعرض لسقوط.
قذائف أو تؤدي بحياة مدنيين في غالب الأحيان. وفي حي تشرين أيضا فقدت قذيفتها وانهدت بإصابة الحافلة النهائية قبل قليل إصابة خمسة. يسعد لي هالصباح ابو سعود الورد. اهلين استاذ جيهان. طلع لنا دفتر هالدوام ولا تقول لي صار عند المدير العام. ها خلينا نوقع عليه. ايه واخرته معك استاذ جيهان؟ مثل اولته. مانك شايف الدنيا قايمه قاعده وحياتك على الحاجز على الحاجز هيك العجقه. انو حاجز هاد؟ بيتك من هون ربع ساعه مشي. معناها بدك خسرنا فطورنا عند ام صبحي. تكرم عينك، خمس دقائق بيكون الفطور عندك. امرك. يا عيني عليك. هات هات هات. لك حبيبي. اهلين استاذ جيهان. تفضل. ان شاء الله صحتين وعافيه. شكرا. بدك شيء ثاني استاذ؟ بدي اياكي ترجعي نورا على المدرسه. انو مدرسه يا استاذ؟ انو مدرسه؟ خليها على الله. بكفي جوزي بلا شغل قاعد عطال، وابني صبحي الله يرضى عليه بشغل الفعالي، يعني يوم في شغل ويومين لا. بكفي عول عم تدرس. طيب صبحي ليش عم يقعد من غير شغل؟ مخلفات البناء صارت معباي البلد. المشكلة بالروحة على الورشات يا أستاذ، يعني الطرقات المقطعة والمحلات اللي عم يصير فيها قواص. خليها على الله. أنت بس ادعي معنا أنه الله يفرجها ويهدي البال. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. عن إذنك. مع السلامة. تفضل. يسلم هالإيدين. نورة حبيبتي. نعم أنسة سوسن. صار لك سنة بتجي وتروحي على المديرية وما حفظتي إنه قهوتي بلا سكر. بالله ما تواخذيني، ثواني وبتكون عندك. سلمي لي. سلموا إيديكي. شو نسرين جايين لعنا اليوم؟ لوين بدنا نجي؟ أهلي لهلا عم يركنوا الغراض بالبيت الجديد. إيه والله سمعت إنه حميانة المشاكل عندكم بالقرنة، يلا منيح إني انتقلتوا. أنا حميانة؟ الله وكيلك بالليل جبهة حرب وبالنهار ما بتعرفي إمتى بتعلى. هربنا قبل ما يهر السقف فوق راسنا. وان شاء الله القرنه اللي استاجرتوا فيها امنه؟ شكلها امنه لحد هلا. طيب انت ليه ما اخذتي اجازه تساعدي اهلك لبين ما تتركنوا؟ ما قدرت. ما عم بقدر ضب اغراضي. ما عم بقدر صدق اني رح صير لاجئه بقلب بلدي. هلا انا بعرف اني شو ما قلت ما رح واسيكي، بس يلا الحمد لله يعني انتوا قدرتوا تستاجروا بيت. غير ناس يا حرام صاروا لاجئين بالمدارس والجناين. فعلا مهما قلتي ما رح تعزيني، لانه انا حاسه حالي صايره غريبه، غريبه عن كل شيء، عن الشوارع وعن العالم. كل يوم لما بسمع الاخبار بقول لحالي هدول عن جد عم يحكوا عن سوريا؟ ما عم صدق. الله يفرج احسن شيء. شر تسلموا سيارة. تسلموا. سقطت قذيفتان بيان على منطقة المصاع دمشق. سمو يا حسون. شهدته العاصمة 15 شهيدا. معلم. نعم. خيط المكن عم يقطع بده حلة. للمشية الطلبية بناخذها على الصيانة. يا معلم يعني طيب خلينا نشتري مكنة جديدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. شغالي يا ابني شغالي. إيه مالك شايف الشغل مساترة بمساترة والأوضاع بالبلد على كف عفريت؟ مو فارقة معي مثل ما بدك. بعدين في شغلة ثانية معلم. الله وكيلك هذا المشمع الستاندر أحسن بكتير من المشمع الستوك، لأنه نصه عم يروح على الكف. ها لك شو صاير لك اليوم نازل عليك النق مثل النسوان؟ شو؟ ايوه هلا هيك طلع معك مثل النسوان؟ يا سيدي كتر خيرك ماشي. تعرف لولا كثرة حكيك كنت أحسن شغيل شنطة بالبلد. أنا يا معلم لو ما قلبي على الشغل ما كنت فتحت أمي ولا بحرب.
بسيطة يا ابني بسيطة. بأقرب فرصة إن شاء الله ماكينة جديدة لعيونك. وصلى الله وبارك. إيه يا عيني عليك. إيه وحياتك وقت اللي أرمي لك شناتي قد اللي عم أرمي هلأ مرتين. لنشوف. ما بيصير تحلف لا بحياتك ولا بحياته. ما بيجوز تحلف بغير الله وللضرورة بس. عم تسمع يا أخي غازي؟ إيوه قلت لي. كيف تضرب البرنامج؟ على ما يبدو بعد إقلاع المكنة تعرض البرنامج للإغلاق بطريقة مباشرة وغير مناسبة فانضرب. وأكيد جلال هو اللي شغل الماكينة وسكرها ما هيك؟ أكيد جلال. وينه؟ ناديله والحقوني على المكتب. رامز. إيه أستاذ؟ ناديلي جلال فورا. حاضر. يلا أمي أوام الله يرضى عليك. أبوك هلأ رح يعصب كتير. حاول نام فيقك ما فقت والشمس ليكا صارت بنص السماء. فقت أمي فقت ليكيني يلا تقبرني الله يرضى عليك. رح أعمل لك قهوة أوام لبين ما نغسل. ألو. أهلين أهلين. لك لا هلأ فقت. خليني شو اسمه هي بشرب قهوتي وبيجي. يلا إيه ما سلامي سلامي باي. يأتي هذا بعد أن أعلنت أن استنى شو بدنا نقول له هلا؟ ما بعرف يعني 10 مرات صرت قايل لك دير بالك لأنه برنامج هي المكان حساس كثير وما في منه هون. مو بس هيك إعادة برمجته مكلفة كثير. الله يعيننا. أنا كم مرة بدي فهمك إنه شغل الآلات وبرمجتها من اختصاص أخوك؟ إذا بدك تشغل أي آلة بتراجعه. من كل عمري بشغل الآلات ومن قبل ما يكون سروان بالمعمل. واقف منيح. طلع يدك من جيبتك. أخوك بيفهم بالآلة وبيفهم برمجتها. بدك تراجعه قبل ما تشغل أي آلة. بسيطة بابا. أنا رح أحاول حلها. وكيف بدك تحلها؟ بدي أرجع أعمل إعادة إقلاع للبرنامج وفوت على الإعدادات. في شغل بدي ساوي يعني احتمال تزبط. وإذا ما زبطت؟ بدك تقول لي بدنا صيانه وبدنا نفت له المصاري والشغل مقتل بعضهم خصوصي بهالايام. روحوا حلوها. تفضل. طيب خلص خلص تبكي خلص. شو صار؟ المهم سلامتكم. انت مستقل شو يعني نترك بيتنا ونروح نستاجر ونتشنطة؟ اكيد لا. ان شاء الله تكون حاله مؤقته. عم يقولوا مو مطوله. مين بيعرف يعني كل مرة هيك بيقولوا وليك هي قد صرنا يعني. طيب خلص تبكي بالشارع يعني. نضال انا بدي روح خلص ما بدي اتاخر عليهم الله يخليك. تعي 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 وقف لك تاكسي قبل ما تاخر من الكريه. تعي دقيقة واحدة وجاي معلم بعد إذنك. صباح أبو الروب. أهلين أهلين. شو ليش نايم لهلا؟ إيه علينا أخي أنت ما عاد تفهم إني أنا ما فيني أسهر وفيق بكير من الصبح مثلها. بعدين شو بدي فيه ساوي من الصبح؟ ليش هيك مزاجك معك؟ ما بعرف. قل لي هلا انت لايمتى عندك شغل اليوم؟ يعني للاربع خمسة مثل العادة. طيب ما فيك تطلع قبل؟ خلينا نلحق الصرفة ونشوف البنات هنن وطالعين من شو اسمه؟ المدرسة؟ ايوه. ايه شوف شو بصير معي. بس انت فوت اقعد شوي هلا. داخل عليك ما ناقصني هلا اسمع مواعظ ابي ودروسه. يلا انا سابقك. لك ايه بس دبر لي شي كذبه مشان املص بس. ما شاء الله حولك بتدبر لبلد. طيب يلا شوفك. لا تخبر. ايه ايه
هسي أماني هاي المعاملة خالصة عشون الفنية. ليكي أماني خلينا نعمل فتلة بالمديرية. ايه والله نروح. أماني عليك المعاملة اللي عطاك إياها مو حركة شيء صراحة. أنا آسفة كتير إذا ضايقك سؤالي. لا مو سؤالك اللي ضايقني، تصرفاته هو صارت عم بتضايقني، شكله الكل حاسس عليه، بكرة المديرية كلها بتضرب القصة. يا عيب الشوم عليك يا أماني، يا عيب الشوم، يعني أنا بدي دور أحكي عليك بكل المديرية؟ شو هالحكي؟ أكيد أنا ما قصدي إنه أنت رح تروحي تحكي علي، بس هي أنت حاسة على القصة وهي نسرين حاسة، فأكيد الكل حاسين. أها ليش في قصة من الأساس؟ لا ما في قصة ولا في شيء، بس هو من وقت ما انتقل لعنا على الديوان وهو عم يبعث بهالرسائل. وشو عم يكتب لك فيها؟ ما في شيء واضح، مجاملات، اعجاب، شو عرفني، شغلات لا بتقدم ولا بتأخر. طيب انت ليش ما بتفهمي شو بده منك من الاخر؟ كيف يعني؟ هو طلب يطلع معك مشوار؟ امبلا من اول يوم. اه والله عن جد؟ طب اطلعي. هبة جهاد معروف بالمديرية كلها أنه نسونجي، ما بدي حدا يشوفه معي أو هو يروح يحكي أنه طلعنا سوا وبالآخر تطلع القصة شو كلها طقحنك. أها طالما مو عاجبك وما بدك يا حاجة تعطيه وش. ليش مين قالك أنه أنا أصلا؟ ألو شو؟ شوية خضرة مع لحمة هبرة بتاخد العقل. كمان أكل مسلوق. هلكتيني بالنظام الغذائي تبعك، صرت مشتهي هيك شي أكلة مقالي. لا حبيبي المقالي أسوأ وجبة ممكن الواحد يأكلها. هلا أنت لأيمتى بدك تضلي تقري كتب عن الصحة والهرم تبع النظام الغذائي وتقضي علينا؟ يلا حبيبي تغدى ومنطلع منتمشى لنا شوي. إيه تكرمي مثل ما بدك. كيف الوظيفة بابا؟ منيحة. أنا لهلا ما عايش هيك ضرورة. بابا عم بتسلى أحسن من القعدة بالبيت. لو اهتميت بحالك شوي ما كنت ضليتي بالبيت. بابا عم بحكي مشانك. في ألف واحد بتمناكي. إذا مو مشانك مشاني. شبهت كملي بابا. ماما لا تزعلي أكيد عم يحكي من شانك. كان شو قصده إذا مو مشانك مشاني؟ أبوكي وبتعرفي قد ما كان مو حلو منه. هلا كملي أكلك ولا تدقي. طيب كلي لك شي لقمة معي. يعني ما بتعرفي انه بحب استنى سلوان وجلال لحتى يرجعوا من المعمل واتغدى معهم؟ نيالهم قديش بتحبيهم. وبتعرفي كمان انه ما في حدا بالدنيا بحبه قدك. اذا هيك وافقت. الف الف الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. أمي مو كان أريح لك لو رحت ارتحتي بغرفتك؟ لا هون أحسن لك، بتتسلى على التلفزيون وبتتم قاعدة معنا، بلا ما يضيق الكل على حاله. أنا رايح سكر الورشة، وجيب لك الدواء وارجع. يلا خاطركم أمي. الله معك. أمي عملي لهم أكل لأخواتك. لا لا أنا هي شو اسمه بدي أروح أمي. يلا بدك مني شيء؟ سلامتك تقبلني.
الله يرضى عليك. أنا معك. وأنتي أمي ما بدك تاكلي؟ لا أمي ماني قدراني أنا. أمي بس أنت ركي على راحتها، شوي تاني بناكل كلياتنا سوا. نتسلى شوي. طيب يعني شو سوينا يعني بسرق اصناف؟ والله معكم حق. ليش صفيان عندكم تسلاية غير هالتلفزيون؟ إذا اجت الكهرباء. تسلوا أمي. تسلوا بيفرجها الله. دخيل الله على هالبيت، شو ما سوينا بيخانقونا. أنت كمان مو معقول قاعدة عم تنبسطي وترقصي، قومي ابكي لك شي شوي. وري الدوايات. بابا انت لازم تاخذي اجازه من وظيفتك مشان تقعدي بالبيت وتديري بالك على امك لبين ما تتحسن. ايه باخذ اجازه اسبوع بس اكثر من هيك ما بقدر. ما بتقدري؟ شو رح يصير بالبيت وبامك بعد الاسبوع؟ طيب انا عندي حل. ام صبحي عندها بنت بتجيبها معها على المديريه، اسالها اذا بترضى تخليها تقعد عند ماما هالكم ساعه اللي بدي يروح فيهم على الدوام. منو هي ام صبحي؟ المستخدمة يلي عنا بالمديرية. ومن شان شو نتكلف على البنت ونتحمل مسؤوليتها؟ والمسألة حلها أبسط من هيك بكتير. يا بابا أم صبحي مرة معترة، يعني شو ما عطيناها ما بتحكي شي. لا أنا مالي موافق، هاي مصاريف بلا طعمة. خلص بابا أنت لا تاكل هم، أنا بحاسب أم صبحي من راتبي. هلا أنا مشكلتي مين يحاسب؟ لك دافع عليكم دم قلبي لصقتوا بني آدمين كله مشان ما تقعدي مع أمك شهر زمان. يا بابا عقدي بالوظيفة ما صار له كم شهر، يعني ما حلي اخذ اجازه، وبعدين انا ما فيني غيب عن الوظيفه لانه مالي مثبته، بخاف يلغولي العقد. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب خذي لك اجازه يومين ثلاثه وبعدها الله بيفرجها. كله الا امي، يعني كل البيت يلي فيه ما بيسوى شي عندي بس الا امي. ما فيك تخيل قديش تعذبت وقت شفتها بهالحاله. كنت بتمني تب عند ولك عند رجليها لحتى تطيب بس ما قدرت. ما فيك تتخيل قديش صعب انك تحبني ادم وما تقدر تقول له انك تحبه. انا بتمنى كل يوم في الصبح الا ما بحبك بس ما فيني. بتمنى شي مرة أفهمك، لك أنت شاب عندك كل شي، بيت وأب وأم وأخوات وشغل، وما بشوفك غير مهموم ومضيق الدنيا على حالك. هي ضيقة مو أنا اللي مضيقها. آخ شو أحكي أنا لك، أمي وجوزها بوادي وأبي ومرته بوادي تاني وما عنده شغل إلا يبز أولاد ويشكو الفقر، وأنا مثل ما أنك شايف كل اللي بطالعوا من الورشة بيروع على السيجارة والعلبة وجارة الغرفة. أنت اللي متأهلك من بالك وراضيان بهالغرفة والسيجارة شو اسمه مين قال لك؟ فكر أنا ما بتمنى يكون عندي بيت مثل عالم والناس، وإني أقدر لملي قرشين اتزوج فيهم وصير عندي بيت ومرأة وولاد مثلي مثل أي شاب بهالدنيا. كتير أنا مبسوط بهالسيجارة وهالأنينة، كتير مبسوط إنه كل يوم سهرانين وشنا بوش بعض. لك شراب ليش ما عم تشرب؟
والله ما بحبه. لك معك معك تتعود، هاد للرجال الا اذا كنت مانك قده. شو ماني قده؟ قده ونص كمان. فاكرني صغير؟ مسيك اسلخ لك ساحتين من هاي. هذيك المرة عضيتني اياها مدخت. لك لا ما بتدوخ شراب، معك معك تتعود. صحاب باين عليها اليوم حامي كأني. الله يستر يتلطف بهالبلد يا رب. آمين يا رب العالمين. أخي من آخرة، أبوك ما بنعلق معه. الله يريحني من هالشغلة بالمعمل اليوم قبل بكرة. وإذا تركت الشغل بالمعمل وين ناوي تشتغل حضرتك؟ أي شغلة، أي شغلة أحسن من هذا الشغل. هذا اسمه حكي فاضي. بعدين شغلك بالمعمل نعمة بيحزوك عليها كثير من الناس، وخاصة بالظروف اللي عم تمر فيها البلد. والبهدلك اليوم والثاني عادي؟ أبوك ما عم يتبلى علينا. بعدين اللي صار بالمعمل غلط، غلط كبير يا جلال. وانت شايف ظروف الشغل بالبلد من وقت ما بلشت الازمه لهلا، يعني ابوك معه حق يضوج ويعصب. اي خلصنا، شو شايفني اجداب؟ ثلاث ارباع المعامل يلي فيها قوالب تنكسر عادي، والزباين بتعرف هذا الحكي، يعني عادي. ايزي ايزي، سهلوها لا تصعبوها. معملنا احسن معمل بالبلد، والسبب هو سمعته. بعدين ابوك بيشوف انه السمعه هي راس مال، مثل المصاري. اصلا انا مع مين عم بحكي؟ انت بالنهايه ابن ابوك. يا سيدي روح وجرب ودور على شغل، بس تلاقي ابقى خبرني. انت بس لو تفهم. وانا شو انا قدك؟ استاذ انت، استاذ كبير.